السلام عليكم. مثل ما قلت لكم، أنا الآن عند الأخ فهد الشمري، الموظف اللي تحمل خطأ الصراف الآلي، وأصبحت الماكينة تعطي 500 ريال لكل واحد يطلب 100. طبعا ما هو بس أنها سافت 500، يعني تعطي كثير. في ناس اللي يطلب 1000، ممكن إلى ناس أعطتهم إلى 14 إلى 15 ألف. إحنا بنسمع القصة منه. هو الآن مطالب أنه يرجع مبلغ 40 ألف للبنك، أو أنه طبعا يفقد وظيفته ويتعرض للمساءلة القانونية، ويمكن يعني يتحمل أشياء كثيرة. مساك الله بالخير اخوي فهد. مسي النور يا هلا بكم. انت توك جديد في تغذية الصراف ولا قديم؟ اي والله انا توظفت تقريبا صار لي 5 شهور تقريبا، ومن الضغط وكذا صار الخطأ هذا. الخطأ اللي يعني صارت تسحب 500 بدل 100. اي بدلنا الصناديق فصار الخطأ، وسحبت الناس المبالغ الضخمة، تسحب 100 تطلع لك 500، وفي ناس سحبت اكثر من 100 يعني، وتجيها مبالغ اكثر. يعني انت الان البنك يقول لك رجع ل 40 ألف، او تتحول يعني الى مثل ما يقول جنائيه، او اي ممكن نعم تفقد وظيفتك بعد. اي نعم، افقد الوظيفة وافقد حتى مستحقاتي من الشركة كاملة. لان طيب الان اخوي فهد معلش، اللي بيرجع الان الفلوس وين يروح؟ يروح البنك الراجحي او يتصل علي، انا اعطيها المعلومات انه يروح للمكان الفلاني ويعطيها فلان، ولا ممتاز. يعطيها الموظف الفلاني. يعني ندائك لهم الآن، نداء ندائي لهم اقول لهم اللي سحب الفلوس، ارجوك رجاء، ارجوك رجاء، ترجعها وفك رجع من المشاكل. الفلوس وفكنا من المشكلة. والله رزقي يعني ما احصل وظيفة ثانية، والله لو احصل يفدنك كلها. لكن يرجع المبالغ اللي خذاها لاني تحملتها كامله انا وزميلي، فارجوك رجاء يعني ان شاء الله الرواتب الثلث الجاي يعني هالمره رجعونا على الراتب. رجعوهن على الراس. طيب انتم سمعتوا الاخ فهد، اللي نطلبه منكم اللي يسحبون المبالغ يروحون الفرع الراجحي الرئيسي اللي عند سوق السمك، عند مكتب العمل، وفيه باب الشركة خلف البنك. ابدا يروح لهم بالفلوس اللي سحبها بدون اي مساءلة، يقول انا سحبتها من صرافكم اللي عند مطعم جوهرات الشمال، وانتهى الموضوع. يحطها والله يجزاه خير. انا حقيقة كنت جاي الاخ فهد بسوي معي لقاء، انه ودنا نسوي له حملة تبرعات وجمع له مبلغ، لكن الرجال رفض وقال ابدا انا ما راح استقبل اي تبرعات، انا بس ابغى الناس اللي سحبوا المبالغ يرجعونها. والله العظيم انا جاي عشان التبرعات، لكن فهد رفض. الله يجزاه خير من كرم اخلاقه ونبله، واحنا ننتظر كرمكم ونبلكم اللي سحبتوا المبالغ انكم تردونه. بحط لكم جوال فهد، اللي يبغى يكلمه او شيء عسى ينسق معاه اعاده المبلغ.